عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب. طبعا في هذه القرية قرية الحمامي بمحافظة إب التقينا بياسين واحد من الطلاب الاستثنائيين على الإطلاق في تاريخ عشاق القرآن وأعتقد حتى في تاريخ البرامج القرآنية بشكل عام. سنتعرف لماذا هو استثنائي في هذه القصة. نبتدي مع الوالد أبو ياسين. كلمني عن بداية حفظ ياسين للقرآن. عندي خبر أنه من عمره سنتين. كلمني كيف سنتين وقدرت تبدأ تحفظ القرآن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لله الحمد بفضل من الله سبحانه وتعالى كان عنده طلاقة منذ عمر سنتين طلاقة في اللسان فأحببت أن يحفظ الفاتحة على الأقل بداية علمناه الفاتحة وبداية الصور الصغار حتى بدأ يعني إلى ما سن ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف ألحقناه في مسجد الصانع وكانت المنطقة بعيدة ثم بعد ذلك كنت أحمله على ظهري من هذه القرية إلى منطقة بعيدة ومنطقة الصانع على ظهري وكنت خلال الطريق يعني أحفظه الصور الصغار حتى ما أن نصل إلى المسجد. طبعا كنت أدرس هناك حلقات فكان ما شاء الله يتقن الصورة خلال مرتين ثلاث بالكثير وكان صغير جدا يعني ثلاث سنوات هذا في الحلقة. طيب وهذا هو السؤال. أنت مدرس للقرآن أصلا إيش اللي خلاك وأنك مدرس تلحقه بحلقة قرآنية ليش ما اكتفيت بالمنزل؟ والله كان يعني باب أكثر تشجيعا وحرصا عليه أيضا بنفس الوقت يكون بجانبي أكثر تشوف أنه الحلقات أكثر انضباطا والزام أكثر انضباطا وبنفس الوقت أيضا يكون له تشجيع أكثر. طيب أسأل ياسين. ياسين أنت مدرك متى بدأت تحفظ القرآن ولا أي مهما كنت داري متى بدأت تدرك وحفظ القرآن وأهمية القرآن؟ دركته وأنا في السادسة من عمري علمته فضل القرآن وما هو يفعل بصاحبه وما هو فضله على اللسان وما هو فضله على الشخص نفسه بأخلاقه يغير أخلاقه من إنسان إلى إنسان. كذلك عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان خلقه النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أو كان قرآنا يمشي على الأرض أي أن القرآن هو يغير من أخلاق المرء أو من أخلاق المسلم نفسه. طيب ياسين ست سنوات أدركت عظمة القرآن لكن كم كنت حافظ وقتها وكم كنت تقدر تحفظ؟ كنت عندما أمشي إلى ذلك المسجد كان أبي يحفظني ونحن نمشي لأنه كان لديه عمل فكان يذهب في بعد الفجر ويرجع إلى في المغرب يعني فما يفرق إلا في ذلك الوقت يحفظني يعني قدر ما استطعت. هنا أسأل الوالد منذ متى بدأ خلاص استمر بالحفظ مش مجرد أنه حفظ سورة وقف وكذا من عمره سنتين ولا من عمره ست ولا ما بينهما؟ من عمر تقريبا أربع سنوات استمر إلى أن ختم المصحف بفضل الله سبحانه وتعالى وقد كان عمره عشر سنوات أو أقل من ذلك. حفظ ختم أقل من عشر سنوات تقريبا. وكم كنت تحفظ أنت كيف تدرج بالله؟ والله كان بداية أعطيه المنشاوي المعلم أعطيته كمبيوتر وكنت طبعا عندما لا أفرغ يسمع المنشاوي المعلم ثم يقرأ مع الطفل الصغير هذا حتى تعلم أحكام التجويد قبل أن يفهم التجويد فكان يتقن التجويد منذ الصغر
ثم بعد ذلك تعلم أحكام التجويد وعرف المخارج والصفات والأحكام والمدود كاملة. طيب ما السبب في ذلك؟ هل الأسرة أم الأسرة مع الموهبة اللي اجتمعتا في ياسين وبالتالي حفظ ياسين القرآن؟ ما هو السبب الحقيقي؟ خلينا نسأل كمان أبو ياسين. أبو ياسين، إيش اللي تعتقده أنه ساعدك في حفظ، في جعل ياسين يحفظ القرآن وهو في سن 10 سنين؟ ذكي زيادة على اللزوم وإلا أنت حريص زيادة على اللزوم، ولا اجتمع أكثر من عامل؟ والله كان في عدة عوامل. أولا كنت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني ولدا مثله، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاني أفضل مما أتمنى، وهذا أولا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني كان عندي طبعا من قبل، يعني كنت أتمنى أن أطلب العلم، حرمت من قبل سابقا عن طلب العلم، فقلت لعل الله أن يعوضني بولدي، فكنت حريصا على طلب العلم بالنسبة له. وأيضا حصل يعني في بعض الأحيان إكار في بين أنا وأحد الأشخاص، أحد الآباء، يعني تحدي أيهما سيكون الابن الأفضل، ففضل الله سبحانه وتعالى يعني كان هو الأفضل والأجدر منذ الصغر. طيب ياسين، أنت الوالد تسابق مع واحد، تنافسوا مع واحد، ها؟ نعم. أنت تسابقت أنت واحد من زملائك، وكل واحد منكم كان حاول يسبق؟ نعم. إيش حصل؟ في بداية أنا عندما انتقلت إلى هذا المسجد تلقيت في واحد اسمه عبد الله أحمد قاسم، فكنت أتنافس. بعمرك ولا كبر ولا صغير؟ لا، لكنه أكبر من عمري. طيب كمل. فكنت أتسابق أنا وهو، يعني في كان في بعض الأحيان أسبقه، يعني نحفظ سرا، يعني تنافس شديد وقوي، حتى ولله الحمد ختمنا المصحف في مدة قليلة، ولله الحمد. بسبب التنافس. مع بعض ختموا الاثنين مع بعض. طيب إلى جانب إلى أو من بعد ما ختم القرآن، إيش فعل؟ هو ختم عمره 10 سنين، الآن 12 سنة تقريبا، إيش فعل؟ أولا حفظ الصحيحين ولم يكمل الآن، يعني الآن ما زال يحفظ الصحيحين، وأيضا في نفس الدورة دورة أخرى، دورة رواية حفص، الآن دخل في إتقان رواية حفص، وأيضا كان في إتقان لإتمام المصحف، والحمد لله في إتقان المصحف وفي رواية حفص ما زال مستمر حتى إن شاء الله يدخل في القراءة العشر بفضل الله سبحانه وتعالى. بهذا السن أنت مستوعب الصحيحين الآن؟ مستوعب الأحاديث الموجودة في الصحيحين؟ نعم، والرواية؟ الحمد لله، بس لكن في بعض الأحيان أنشغله في الدراسة أو كذا، يعني فأترك موضوعا له يعني، ثم بعد ذلك أرجع له بتلهف. لإيش بالضبط؟ للصحيحين وللأحاديث ولطلب العلم بشكل عام. إيش الحكمة؟ أنت ليش ضاغط على نفسك هذا الضغط؟ إيش الحكمة؟ إيش تشتي تكون؟ أريد أن أكون ممن قال الله فيهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أريد أن أكون إماماً من إمام هذه الأمة، ومغيراً لكل شيء، ولله أسأل الله ذلك. أستغفرك واثني عليه لضعف ما يخفى عليه والأمر كله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي وهذا مهم طبعا، لكن أيضا خلينا نتكلم عن علوم الدنيا، عن احتياجات الدنيا أيضا. هل هي غافلة عن ياسين ووالد ياسين ولا هي حاضرة فيه؟ هنا أسألك أبو ياسين، ماذا عن علوم الدنيا سواء كانت المدرسة، العلوم الأخرى، علوم العصر والاحتياجات اللي يحتاجها الطفل؟ والله الحمد بالنسبة حتى لجميع العلوم، علوم الدنيا وعلوم الآخرة ما شاء الله دائما هو في المركز الأول، سواء كان في مدرسته أو في مدرسة التحفيظ أو في أي مكان حتى في المسابقات، يعني ما شاء الله ولله الحمد هو الأول بلا منافس، نحمد الله ونشكره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس جميعا بفضل الله. أنا سمعت أنه درس وعمره 4 سنين. 4 سنين ونصف، يعني لم يكتمل الصف الأول. أيوة كيف فعل؟ دخل طبعا لم يقبله المدير سابقا، فحاولنا قلنا له طبعا هذا قد هو يحفظ جزء عام، قال ماشي يعني ماشي مصدق طبعا المدير ما كان مصدق إلا لما قرأ سورة الفاتحة. قلنا له طيب خذ ما شئت من الصور اسأله، قال يعني لهذه الدرجة يعني أسأله؟ قلت له اسأله أي صورة من جزء عام، قال يقرأ لي سورة الفاتحة فقط وأنا أصدق. فقرأ علي سورة الفاتحة ما شاء الله في الإدارة، فقال ما شاء الله هذا يعني كان كأنه رجل، يعني ما هو طفل، فقبل مباشرة وكان صغيرا وهو الطفل الوحيد الذي قبل في هذا السن. طيب ياسين، في عندك حسب ما علم تايكواندو أو شيء من هذه المهارات القتالية أو كاراتيه أو شيء صح؟ إيش عندك أنت؟ بإيش مهتم؟ تدربت هكذا قليلا عندما جاء لنا مدرب إلى هذه القرية، تدربنا فترة من الزمن ثم انقطعنا. إيش بالضبط؟ الكاراتيه. تعلمنا هكذا قليل يعني قد كنا دفاع عن النفس بقصد الدفاع عن النفس ولكن بغير قصد إذاء الآخرين. طيب ياسين أنت الآن إيش اهتماماتك غير موضوع القرآن وعلوم الشرع؟ إيش اهتماماتك؟ ما هي أمنياتك؟ أمنياتي أن أغير ما بهذه الأمة، من سواء كان من حاجات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية سواء أو دينية، أريد أن أفعل ذلك. بيكوش ما شاء الله على الكل، يعني بيدخل سياسة ودين واجتماع، أنت إلى أي درجة أنت تشجعه في شيء وتنصحه بالاجتناب شيء آخر؟ طبعا أنا أصلا أريد أن يكون عالم كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، بل لا أريد أن يكون شيخ يعني من المشايخ العاديين، بل يكون إماما من الأئمة بفضل الله سبحانه وتعالى، كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي ومالك، يعني كأمثال هؤلاء بفضل الله. فالإمام الشافعي حفظ القرآن وعمره 10 سنوات، فلا يستبعد أن يكون هذا أيضا الذي حفظ القرآن وعمره 10 سنوات وربما أقل من ذلك، يعني يكون مثل هذا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام وغيره من الأئمة. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ونحن نريد أن نطبق قول الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربي وجهته إليه يشكو معاناته عليك، يا من حوائجنا لديه وأنت عالم بالقلوب، يا ربي وجهته إليه يشكو معاناته عليك، يا من حوائجنا لديه وأنت عالم بالقلوب وأنت عالم بالقلوب. يا الله يا مولى النعم أرجو المعونة والكرم. طبعا والد ياسين وياسين أيضا تحدثوا عن الكثير من الطموح بالنسبة للطفل كهذا، لكن يبقى دائما السؤال الملح: ما الضامن أن يستمر هذا الطموح وأن يستمر هذا الحماس والاندفاع منذ هذا السن إلى أن يكبر؟ ثم أين هي حقوق أي طفل لكي لا يمل من الدراسة ولكي لا يمل من التحصيل العلمي؟ وهنا أسأل أول شيء ياسين أنت كيف تقضي وقتك؟ مش محتاج وقت تلعب فيه ولا في وقت تلعب فيه؟ كيف تسوي بالحاجة احتياجات أي طفل؟ نعم، هو الطفل هو يحتاج إلى اللعب، هو يحتاج، وهذه من حقوق الطفل. نعم، بس لكن عندما واحد يفعل له جدول أو يرسم له جدول من الساعة كذا إلى كذا يفعل كذا وهكذا يترتب الوقت،
فتستطيع أن تذاكر، وتستطيع أن تكتب الواجب، وتستطيع أن تراجع، وتستطيع أن تحفظ، وتستطيع أيضا أن تلعب وأن تنام وأن تعمل كل شيء. إيش تلعب؟ قل لي عشان أعرف فين تلعب وإيش تلعب. ألعب في بعض الأحيان كرة قدم، في بعض الأحيان هكذا رياضة الجري ورياضة مثلا السيكل. سيكل. هنا أسأل الوالد، أنت شديد علي؟ بالنسبة لي تاري كلو يرسم جدوله بنفسه لأنه هو أعرف بنفسه، ولكن في بعض الأحيان قد يميل إلى اللعب، فأقول له يعني نظم وقتك، لا يمكن يعني أن تحرم من اللعب لأنه طفل، فيجب أن يلعب ويجب أن بنفس الوقت لا يضيع نفسه في اللعب، فينظم وقته، أحيانا أوقات للعب وأوقات وأوقات للدراسة وأوقات كتابة الواجب وأوقات للحفظ وأوقات للمراجعة وهكذا، وجعلت الجدول يعني ينظمه بنفسه. طيب نقطة أخرى، هذا الطفل الذي ترونه طبعا منذ سنتين تقريبا وهو ليس فقط خاتما للقرآن ودارسا للصحيحين والقراءات المختلفة عن القرآن الكريم، بل مدرس للأطفال. ياسين، كيف تتعامل مع الأطفال؟ كيف تدرسهم؟ يسمعوا لك ما يسمعوا لك؟ في صعوبة؟ ما في صعوبة، لأن عندما الإنسان يحفظ القرآن يقول الله لملائكته إني أحب فلانا فأحبه، ثم لجبريل يقول الله لجبريل إني يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيقول جبريل فيحبه جبريل، ثم يقول جبريل للملائكة لأهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. طيب أنت ثم يوضع له القبول في الأرض. طيب أنت لك قبول في الأرض والناس يحبوك، أنت كيف موقفك من الناس؟ تحب رضا الناس كلهم ولا حب من طرف واحد؟ لا، أحب في الله، أحب في الله وأبغض في الله، من كان لله دينه كنت أحبه أكثر. وهذه نقطة مهمة، خليني أسألك أبو ياسين، لأنه أحيانا هذه النقطة بالتحديد قد تسبب بعض المشاكل أو بعض التشدد، خلينا نقول موضوع الولاء والبراء، الحب في الله والكره في الله، كيف تضبط؟ كيف تضبط مع ياسين؟ والله قضية الحب والبراء هذه أصل شرعي، يعني مثلا نحن نحب الشخص على قدر التزامه وعلى قدر تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعني نبغض الشخص على قدر يعني تفلته عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبنفس الوقت نزرع في قلوبنا الشفقة على هؤلاء، ولا نسميهم مثلا كما يسمونهم بالصياع أو كذا، وإنما نسميهم مساكين. عشاق القرآن يا نور الإيمان، يا تاجا يعلو في سماء الأكوان، أنتم للدنيا آفاقاً عليا ومناراً يزهو في قلب الإنسان، وعدك يا منان جنات وجنان، السنة تتلو. إذن في اليمن الكثير من المواهب، الكثير من الحالات التي يجب أن يلتفت لها خاصة في الأرياف. خلال زيارة واحدة فقط إلى هذه القرية خرجنا بشخص مثل ياسين، نحن لا نكرمه فقط لأنه حافظ القرآن، بل لأنه حافظ القرآن ولديه همة ويريد أن يكون أيضا عالم كيمياء. نحن نشد على هذا الجانب، أن تكون حافظا للقرآن ومنكفئا على نفسك أبدا، هذه ليست رسالة القرآن الكريم. رسالة القرآن أن تنفع الناس بكل العلوم التي تستطيع أن تصل لها، خاصة إذا كنت ممكن تكون مخترع مثل ما هي الهمة لدى ياسين. وياسين نحن واثقون أنه يكون إن شاء الله مع الأيام مخترع، تضيع أينشتاين تمام وتوصل للهدف الذي تتمناه أنت والوالد، لذلك نحن نبرمجك، أقصدني كرمك في عشاق القرآن. تفضل. أيضا اسمنت الوحدة يهديك 100,000 ريال. تفضل. ترحينا. عشاق القرآن يا نور الإيمان، يا تاجا يعلو بسماء الأكوان،
عشاق القرآن ينور.